رسالة. بحب أهدي شعبنا الفلسطيني أبيات من الشعر كتبتها من داخل زنزانتي. مرجو بن عامر ثم حدث قصة أبطالها نفروا إلى الرحمن ما همهم قيد الطغاة وسجنهم عافوا قيود الذل والحرمان. فالحر يأبى أن يكون مقيدا والصقر يأنف ذلة الخرفان. زنزانتي متر بمتر طولها ولعرضها زد نصف متر ثاني، لكن عزائي أن لي في غزة إخواننا وبأسرهم غرباني. نحن شعب لا يهمنا الاختلاف ولا يهمنا سجنهم. بإذن الله سيكون الفرج قريبا عاجلا وغير آجل. شكرا لكل شعب الفلسطيني.